ضمن فعاليات حملة كي لا ننسى الدولية، أقام المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني ورابطة الشباب الكويتي والخط الأبيض للسلام وقفة تضامنية مع سجين الرأي الحقوقي البحريني نبيل رجب، تخللها إضراب رمزي عن الطعام لمدة ساعة. أقام المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني ورابطة الشباب الكويتي والخط الأبيض للسلام الأبيض ندوة تضامنية مع سجين الرأي الحقوقي البحريني نبيل رجب ضمن فعاليات حملة كي لا ننسى الدولية، حيث تأتي هذه الخطوة تأكيدا على أهمية دعم أي إنسان يشعر بالمظلومية. نبيل رجب هو رمز من رموز المنطقة كلها، هو رمز الذي ضحى بالكثير، ليس نبيل رجب لوحده وإنما هناك العديد والكثير من الشعب البحريني الذي قدم الكثير من التضحيات في سبيل نيل حريته، وهذا الأمر ينجر حقيقة ليس على الشعب البحريني فقط وإنما لكل شعوب المنطقة. وأكد رئيس رابطة شباب الكويت أحمد سعود على أهمية التضامن وفعاليته وتأثيره لتغيير الأوضاع إلى الأفضل. الندوة تخللها معرض تضمن العديد من الصور لسجين الرأي الحقوقي البحريني نبيل رجب والتي عكست ما تعرض له من قبل السلطات على مدى الفترة السابقة.